السلام عليكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة الشعب العلمية علوم، أهلا بكم مستر محمد النحاس، أحييكم ويا رب تكونوا في أحسن حال بإذن الله وربنا يوفقكم جميعا. Today we are about to continue together what we had cut in the last week for about the chapter 3 rocks we have cut in the last periods. The igneous rocks and the classification of igneous rocks either as the place of origin, and I told you that we mean by place of origin, I mean rate of cooling or the size of crystals or number of crystals and all that is reflected on its texture. Why? At the same time, on the other hand, we had classified also according to mineral composition, which means chemical composition, percentage of silica, amount of sodium, potassium, and calcium, amount of iron and magnesium, cooling temperature, and so on. ده كل ده كان بالنسبة للclassification of igneous rocks. وخدنا بعد كده Igneous rocks as the examples for each type or for each example for each type of the igneous rocks, either for the place or the chemical composition. Today we are about to study together shapes and depositions of igneous rocks in nature. Shape at first, shapes of subsurface intruded igneous rocks. بس في نقطة مهمة جدا هنا قبل ما نبدا باذن الله، احنا هنتكلم دلوقتي عن سب سيرفيس. هتقول ما هي انترودد، خلي بالك جدا 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 من الكلمه سب سيرفيس اجنيس روك. It means all the igneous rocks which lie below earth's surface. Even it is plutonic. Even it is deep in the earth. يبقى احنا عندنا في السب سيرفيشال اللي هي below and near from Earth's surface, and at the same time we are dealing with also the plutonic igneous rock. خلي بالك عشان تبقى العملية معاك تبقى انت فاهم. الأول هنشوف زي ما قلنا shapes of subsurface intruded igneous rocks. انت شايف هنا على ال left hand side في dikes and cells, في in the middle lacules and lobules, وبعدين في شيب في الرايت هاند سايد كولكتنج اول توجذر. بالنسبه للدايكس اند سيلز احنا هنشوف دلوقتي، انت شايف في حاجات كروس كاتنج اللي هي عندها البلات ارو ده الدايك اللي هو عامل كاتنج، اللي جنبها الصغيره ديت اللي هي بارلل بتبقى سيلز. بعد كده في اللاكلس واللوبلس هنبدا نتكلم على كل واحد فيهم بالتفصيل. اول حاجه بنتكلم عن باثوليس، وانا زي ما انا معودكم ان كل كلمه اساسا الكلام المصطلحات اصلا لاتين نوت انجلش، فبنحاول ان انا بقسمها لكم على ما اللي عندي من اللاتين، بنقسم لكم الكلام بقدر الامكان. باثوليس دي تو سيلابلز، ذا فيرست سيلابل از باثو، السكند سيلابل از ليس. باثو مينز ان لاتين مينز فيري لارج او ذا لارجست. At the same time, less, I told you before that less means rocks. Then, basalis is the largest or the very large rock. بنقصد بها ايه؟ هو عشان كده قال the largest massive igneous rocks which extend for hundreds of kilometers and its thickness is several kilometers. نقسم الكلام واحدة واحدة. The largest massive igneous rock. يبقى معنى الكلام ده هتقول لي يبقى دي صعب انها تكون just below the earth's surface. امال بتكون فين؟ deep in the earth. يعني معناها ايه؟ مش هنقول intruded، لا هنقول plutonic. يبقى معناها ايه؟ هنقول التكتشر بتاعها is coarse او rough. ايوه. يعني معناها ايه؟ ما كل الكلام ده علشان هو قال لك the largest massive igneous rock.
وعشان كده كمان قال لك وصف الكلام بتاعه اكده قال لك extend for hundreds of kilometers and thickness is several kilometers. يبقى معنى الكلام ده ملاحظاتنا اول حاجه ان هي كده تبقى بلوتونيك اجنياس روك، ثاني حاجه ان هي of rough or coarse texture. تمام. طب اكزامبل مين؟ هتقول انا اكزامبل للبلوتونيك اجنياس روك. هنا ما تتكلمش نهائي عن الكيميكال والمينرال كومبوننتس، هتتكلم على البليس بس. انت بتقول دي بلوتونيك يبقى انت قصدك عندك بي بلوتونيك بي بريدوتايت، والدبل جي اللي عندك جرانايت وجبرو، والدبل جي بتبقى داي تبقى دايرايت. يبقى اذا ده الاكزامبلز اوف روكس ويتش ابير ان ذا فورم اوف باتريس، يبقى البريدوتايت جرانايت جبرو دايرايت. ليه؟ عشان دي قلنا احنا وي ار ديسكرايبنج ناو ذا بلوتونيك اجنيس روكس. الشيب الثاني، ثاني شيب السكند شيب از دومز. دومز وهنا عندنا الدومز بتبقى تو شيبز اوف دومز، يا اما نورمال دوم يا اما انفيرتد دوم. نورمال دوم او انفيرتد دوم، ومعنى كلمه دوم معناها بيندنج، يا اما بيندنج اب يا بيندنج داون. اوعى تقول ان الدوم از انتكلاين او سينكلاين فولد، اوعى تقول ان الدوم بتبقى عباره عن فولد، ولكن الدوم كوز فورميشن اوف فولدز. الدوم ما هياش فولد ولكن بتسبب اشكال الفولدز. طيب دومز قال لك when magma rises through a small opening then not spread horizontally but collected in the form of domes. يعني قلنا هنا الماجما رايز اب اند بتعمل بندنج اب او بندنج داون، يعني بتعمل بندنج ان ذا فورم اوف دومز، بات ات ويل نوت سبريد هوريزونتالي. فعمل الدومز وقلنا بتعمل بندنج، يعني ايذر بندنج اب وهنسميها باسم وهيكون لها سبب، او بندنج داون وهنسميها باسم برضه وهيكون لها سبب. طيب لو كانت دلوقتي عملت دومز عموما، يبقى مين السبب الرئيسي في وجود الدومز؟ السبب الرئيسي في وجود الدومز هو ماجما فيسكوستي. The main reason of presence of domes is the magma viscosity. The main reason is the magma viscosity. طيب هنا قال لك الماجما فيسكوستي، الماجما ممكن تكون of high viscosity، بنقول عليها high viscous magma. تمام. In case of the high viscosity of magma then magma will press on the layers above it and as a result of pressing of magma on layers above it then the layers above magma will bending up will bend up and in this case it will form an anticline fold. خلي بالك تاني مين هي الانتكلين، هي اللي بتعمل انتكلين فولد، اللايرز اباف ذا دوم اللي بيعمل انتكلين مش الدوم نفسها. الدوم دي ماسيف اجنياس روك، شيب اوف ماسيف اجنياس روك، مش بتبقى انتكلين لكن بتسبب الفورميشن اوف انتكلين فولد. وسبب الدوم اللي هي النورمال دوم بسميها لاكوليس، نسميها لاكوليس. وقلنا ليس معناها باللاتيني معناها روك، ولاكو باللاتيني معناها بندنج اب. يبقى للمره الاخيره ادينا بنقول اهو، يبقى الدوم اللاكوليس النورمال دوم از نوت ا فولد بات كوز اوريجين اوف فولد. ليه؟ از ريزلت اوف اتس هاي فيسكوستي. ذا هاي فيسكوستي اوف ماجما ليت ذا ماجما اوف هاي فيسكوستي بريس اون ذا لايرز اباف ات and the cause bending of layers above it with when the layers above it will bend then it will have the shape of anticline fold.
دي كانت بالنسبه لللاكوليس اللي هي النورمال دوم. النوع الثاني انفيرتد دوم او بسميها ديش، ودي بتبقى اللي هي لوبوليس. زي ما اتفقنا قبل كده ليس معناها روك ولوبو معناها بندنج داون، تبقى دي اللوبوليس او انفيرتد دوم او ديش. دي هنا شيء طبيعي هتبقى الماجما ايه؟ ماجما اوف لو فيسكوستي، وهتعمل لللايرز بندنج. انه لايرز؟ ذا لايرز بلو ات، وهتعمل لها بندنج ايه؟ بندنج داون، هتكون ايه؟ سنكلاين فولد. هتقول لي واحده واحده تاني بالراحه كده. يبقى ان كيس اوف لو فيسكوس ماجما، يعني ماجما اوف لو فيسكوستي، هتعمل ايه؟ هتعمل بريسنج لللايرز بلو ات، وتسبب ايه؟ تسبب بندنج لايرز بلو ات داون وورد. هتكون ايه؟ هتكون اللايرز بلو ات هتعمل سنكلاين فولد، هتعمل سنكلاين فولد. اذا في النهايه، في النهايه اختصار بقى الكلام ده كله جمعناه في ان الدومز ار شيبز اوف سب سيرفيس اور انترودد ايجنيس روكس which depend on the magma viscosity. Where number A, if magma is of high viscosity, it will bend up and cause bending of layers above it upward, واللayers هتاخد the shape of an anticline fold. While when magma is of low viscosity, it will be pressing on layers below it and cause the layers to bend down forming the shape of synclined fold. خلي بالك في الحالة ديت لما بيبقى المجمع عاملة لاكوليس أو لوبوليس، تشوف if the layers above magma are bending up, layers above lacolis bending up، يبقى معناها layers اتكونت الأول وبعدين وكانت horizontal، وبعدين as a result of the presence of lacolis، اللاكوليس عمل بريشر على اللايرز ديت، جه بعد كده وعمل بريشر على اللايرز وسبب ان اللايرز بقت انتكلاين فولد وسبب ميتامورفيزم. ما تنساش الكلام ده، ان احنا قلنا وين ماجما تاتشز ابيس اوف روك هتعمل ميتامورفيك روك. ولكن لو لقيت اللاكوليس وفوق منه لايرز هوريزونتال، يبقى معناها اللاكوليس هو اللي حصل الاول، وبعد ما كان اللاكوليس ذا كومبليتلي كولد اند كريستالاين اتكونت بعد كده اللايرز هوريزونتالي، يبقى ولا في افكت لللاكوليس على اللايرز اللي فوق، ولا في بندنج، ولا في ميتامورفيزم. تمام. في الحاله ديت ممكن تقول ان كونفورمتي نون كونفورمتي ممكن. تمام، خلي بالك من النقطه ديت من الاشكال بتاعتها. طيب في برضو حاجة ثالثة بعد الباثوليس والدومز، في دايكس. هنا المجمة بتعمل انترودنج اند كاتنج ذا سراوندنج روكس، يعني المجمة بتعمل انترودنج وبتعمل كاتنج للسراوندنج روكس، فبتبقى بنسميها دايكس. النوع الرابع بنسميها سيلز، وهنا المجمة انترودز ذا سراوندنج روكس but being parallel to the layers not cutting. خلي بالك، يبقى هنا الدايكس والسيلز عكس بعض. الدايكس المجمة بتعمل intrusion and cutting the surrounding rocks. السيلز المجمة بتعمل intrusion بس بتبقى parallel to the surrounding rocks. ومعنى parallel to، انا ما قلتش horizontal، عشان في ناس بيقول لك المجمة تبقى horizontal، لا دي الرسمة اللي في الكتاب هي اللي عندك horizontal، بس بتبقى parallel to. افرض اللايرز انكلايند، فالمجمة بتبقى انكلايند at the same direction، ما هو معنى parallel يعني at the same direction. إذن اختصار الكلام في النهاية بقى shapes of subsurface أو intruded igneous rocks بنقول عليها يا إما الباثوليس اللي هو largest intrusive أو subsurface igneous rock، واتضح إنه هو بلوتونيك with coarse أو rough texture. Sills كانت المجمة intrudes parallel to layers not cutting it. Dykes the magma cut the layers of the surrounding. Domes the magma is affected by its viscosity and affecting the other layers.
If the magma is of high viscosity, it will bend up and cause bending up of layers above it to shape the form of or the structure of anticline fold. والعكس هتعمل synclined fold. يبقى one of the geological structure present as a result of shapes of intruded igneous rocks ممكن تقول اللي هي الفولدز. طيب بعد كده بناخد بقى الشيب الثاني بتاع الاكستروديد او السيرفيشال او الفولكانيك igneous rock، ما كلهم واحد. shapes of intruded extruded surficial او volcanic igneous rock. هنا بتاخد ثلاث حالات. الفيرست شيب بنسميه pyroclastic، السكند بسميه lava flow، الثيرد بنسميه الفولكانيك بومز. pyroclastic، تعالى نقسم الكلمه الاول كده. pyroclastic، كلاستيك عندك فيه ثلاث كلمات، في إلاستيك وانت خدتها، بلاستيك يمكن تكون عدت عليك، كلاستيك ما عدتش عليك. الإلاستيك اللي هي بندبل، اللي هي بندبل تمام، فليكسبل يعني كان بند اند ريتيرن باك اجين. إلاستيك بلاستيك كان بند بس ات از ديفيكلت تو بند بس نوت ريتين اتس اوريجينال شيب. الكلاستيك تحاول تتنيها تتكسر، فكلاستيك معناها بريكابل. فبايروكلاستيك يبقى دي جاية فعلا نتيجة resulted from the breaking down of volcanic necks، بتيجي نتيجة البريكنج داون of volcanic necks. طبعا الفولكينو وهو طالع من الماجما ريزرفوير، الماجما هي طالعة من الماجما ريزرفوير، بتطلع عن طريق الفولكانيك نيكس والفولكانيك فينت زي ما قلنا. فالفولكانيك نيكس بتتكسر، بيبقى شكل الفولكانيك إجنياس روك اللي طالع بنسميه بياخد شكل البايروكلاستيك. ودي لها احتمالين، الفولكانيك إجنياس روكس هنا في الحالة ديت لها احتمالين، يا إما بتقول فولكانيك بريشيا أو فولكانيك أش. وقلنا أي بريشيا، قلت أنت هيبقى عليك ثلاثة بريشيا، خدت البريشيا الأولانية اللي هي كانت تبع الفولكينوز وتبع الفولز وسميناها فولت بريشيا، ودي تبع الفولكانيك إجنياس روكس أو تبع الفولكينوز اللي سميناها فولكانيك بريشيا. فدي الفولكانيك بريشيا، قلنا برضو كل البريشيات اللي عندك بتبقى أوف شارب إيدجز أو شارب أنجلز. دي volcanic breccia masses of sharp edges around the volcano، وتعتبر one of the shapes of the volcanic igneous rocks. طبعا انت المفروض هنا بتدي examples، احنا في اللي فاتت بتاعت الانترودد كل subsurface igneous rocks ممكن تاخد اللي هي تبقى subsurface، سواء كانت الدومز او السيلز او الدايكس، هتبقى التكتشر بتاعها بورفريتك تكتشر. الباسوليس عطونا له حقه وزياده، قلنا ده بيبقى بلوتونيك وبيبقى اوف كورس او راف تكتشر، وقلنا الاكزامبلز تمام. لكن الانترودد بتبقى اوف بورفريتك تكتشر تمام. طيب دلوقتي بالنسبه للفولكانيك إجلياس روك، قلنا دي بقى التكتشر بتاعها مختلف، بتبقى حسب وزي ما قلنا في المايكرو كريستالاين، دي كريبتو كريستالاين، دي نون كريستالاين، دي فيتراس، دي جلاسي، دي وهكذا او فروسي. فقلنا بتبقى اول شكل فيهم الفولكانيك بريشيا، بتبقى ماسز اوف شارب ايدجز اراوند ذا فولكينو. ده مين؟ شيبز اوف فولكانيك او اكسترودد او سيرفيشال ايجنيس روك. او في الفولكانيك اش، دي بتبقى زي كل ده احنا واخدينه في الفولكينو، very small grains carried by wind for large distance and may cross seas, may cross continents to fall in other continents. زي increase soil fertility، وده اللي احنا خلانا قلنا، لو انت فاكر قلنا يقول لك ايه، volcanoes may be considered as natural fertilizers. الفولكينوز may be considered as natural fertilizers، يعني الفولكينوز ممكن تعتبر فيرتلايزر طبيعي. ليه؟ لان هي عن طريق الفولكانيك اش
which fall in other continents and increase the soil fertility. طبعا دي لما بتبقى dissolved في الرين ووتر. النوع الشيب الثاني اللي بنسميها lava flow, ودي بتبقى solidified lava on the earth surface as a result of volcanic eruption. ودي بيبقى لها two shapes, يا إما shape of billows أو shape of ropes. يبقى ده تاني شيب من الفولكانيك أو السيرفيشال إيجنياس روك. الشيب التالت بنسميها فولكانيك بومب, بتبقى دي أوفال روكس ماسز وكونسيست أوف لافا سبستانسز وين لافا سوليديفايز نير فروم ذا إيرث سيرفيس. دي بيبقى اللافا هنا سوليديفايد أو كريستالاين نير فروم ذا إيرث سيرفيس, بنسميها فولكانيك بومب. يبقى انت كده خدت الشيب اوف فولكانيك ايجنياس روكس والشيب اوف سبسيرفيس ايجنياس روكس, يبقى خدت الشيبز بتاعه الايجنياس روكس كلها, وما تنساش التكتشر حسب البليس, وما تنساش الاكزامبلز اللي عندك. طيب كده يبقى انت خدنا الجزء بتاع الايجنياس روكس كله وخلصناه الحمد لله. تيجي تبدا بعد كده في السكند تايب اوف روكس which are called sedimentary rocks. Sedimentary rocks. طبعا هتقول طب وهي السيديمنتري دي جاية من كلمة sediments, يعني deposits. ايوة طب sediments معناها deposits. ممكن تكون جاية من كلمة sedimentation deposition. ايوة طيب هي في كلمة تانية للsediments, deposits. في كلمة تانية للديبوزيتس, ممكن فراجمنتس. طب هو في فرق بين كلمة سيديمنتس وسيديمنتري روكس؟ ايوه في فرق, اللي هو الفرق بين الديبوزيتس والسيديمنتري روكس. ايوه ايه الفرق؟ قال احنا طبعا لما شفنا في جيمس هاتون عمل الروك سايكل, قال ان اني روك on the earth surface may expose to weathering, فيحصل له fragmentation, بعد الفragmentation transportation وdeposition, الديبوزيت سيحصل لها lithification تدي sedimentary rock. طيب الكلام ده هنقوله بالتفصيل تاني ان شاء الله. المهم ان sedimentary rocks are formed as a result of deposition, يعني sedimentation of the weathering products, زي ما احنا قايلين weathering products بيحصل لها deposition وبعدين lithification. Whether they are solid or soluble which carried by the transportation agents to the basins of deposition, يعني ايه؟ يعني حصل حاجة, حصل fragmentation لsome rocks like the salty rocks, وبعدين حصل transportation by any agent of transportation وليكن الووتر مثلا, بعد كده بقت كانت الديبوزيتس ديت سوليبل ان ووتر, وبعدين زي مين مثلا؟ زي الجبسم او الانهيدرات او الروكسول, فبيحصل لها ديبوزيشن زي ما هنشوف الانواع ديت تاني. يبقى اذا اساس الفورميشن اوف سيدمنتري روكس فورمد از ا ريزلت اوف ذا ديبوزيشن اوف ذا ويزرنج برودكتس whether they are solid or soluble which carried by the transportation agents to the basins of sedimentation. طيب they will be deposited in parallel layers above each other. طبعا هتقول طب ما احنا شفنا حاجات inclined, شفنا حاجات bending up وbending down, ماشي كل دول بيجوا later, لكن at first the deposition is in the parallel in the form of parallel layers above each other. لكن الانكلينيشن او السلوبنج ده بيجي بعد كده, ممكن يكون نتيجه internal pressure from one side فتبقى inclined in certain direction. دي حاله خاصه ثانيه. طيب يا ترى هو what are the importance and the characteristics of the sedimentary rocks؟ طبعا خلي بالك sedimentary rocks cover about three quarters of the earth's surface, but
in relatively thin layer act only about 5% of the volume of Earth's rocks. طيب أنا مش فاهم النقطة دي. هل هي السيديمنتري هو بيتكلم دلوقتي عن السيديمنتري قال covers about 3 quarters of Earth's surface. طيب يبقى دي الاريا واحنا قلنا الاريا length times width ولكن relatively thin layer معناها الهايت او الثيكنس بتاعها قليل فلما يكون الاريا ومعاهم الهايت او الثيكنس يدي لك فوليوم فالفوليوم اونلي 5% يبقى معناها الثيكنس بتاعها فيري لو ماشي انت مش عليك رولز طبعا بس انا بفسر لك الدنيا تبقى عشان كده covers an area about 3 quarters of the Earth's surface and about 5% of the volume of Earth's rocks. لو سألك ده الكلام ده على مين؟ على السيديمنتري. لو سألك بالنسبة للإجنياس والميتامورفيك يبقى covers an area of quarter يعني 25% and volume of about 95%. الحاله الثانيه قال لك most of them are economic value of economic value لا economic importance لا deposits of the deposits of limestone phosphates coal iron deposits and sandstone يبقى from the rocks of or from most of the rocks which are of economic value دي sandstone limestone الكول الايرن ديبوزيتس تمام كل دول والفوسفيتس كل دول بيبقوا من الايكونوميك امبورتانت سيديمنتري روكس طيب قال لك زي انكلود مادي روكس زي انكلود مادي روكس فور ذا اويل جاز اند كيروزين اللي احنا بنقول عليهم بورس ساند اند ساند ستون اند لايمستون وهناخدهم دلوقتي in which oil, gas, and groundwater are stored. طبعا ليه؟ عشان دول porous and permeable. يعني porous يعني ايه؟ عندهم porous spaces. وpermeable يعني ايه؟ permeable يعني permit the liquid to pass through. يبقى هما they include muddy rocks for the oil, gas, and kerosene. هما بيبقوا porous sand and sandstone and limestone. in which oil و gas و ground water are stored or reserved عشان كده بنسميهم reservoir rocks the types of sedimentary rocks are few in relation to those of igneous and metamorphic rocks so it can be classified into a very limited number بيتكلم على مين السيديمنتري علشان التايبز بتاعتها قليله جدا فعشان كده تبقى classified into a very limited number. Mudstone, sandstone, limestone دول التلاتة دول لوحدهم form about 90% of sedimentary rocks. يبقى sedimentary rocks أصلا قليلين ولكن most of them representing about 90% بيبقوا sandstone, limestone and the mudstone. لو حبينا نعمل بقى كلاسيفيكيشن للسيديمنتري روك هتبقى احنا متعودين اي روكس بنعمل لها كلاسيفيكيشن بنقول what is the base of classification لما جينا نتكلم زي ما قلت لكم في اول الحصه لما جينا نتكلم عن كلاسيفيكيشن of igneous rocks قلنا according to place of origin او chemical composition هنا هنتكلم عن classification of sedimentary rocks هنقول classification of sedimentary rocks are classified according to mode of their formation method of their formation and in this case it will be classified into three types detritus or clastic chemical biogenic and biochemical type detritus or clastic chemical biogenic and biochemical type تعال نشوف الاول الكلاستيك اللي هي الديتريتس دي بتبقى broken down
فعشان كده بنقول they are classified according to the dominant size of the fragment. يبقى دول حاجات متكسرة، فهنقسمهم ازاي؟ according to the dominant size of the fragment، وبالمعنى الأصح according to the dominant diameter of the fragment. طيب أول حاجة بنقول الجرافل ديبوزيتس. الجرافل ديبوزيتس ده بيبقى اللارجست فراجمنت اوف دايمتر مور ذان 2 ملم، اللي بنسميها سايز اوف بيبلز اند بولدرز، وده مي بي كلاسيفايد. خلي بالك قلنا الديبوزيتس باي ليسفيكيشن بتدي سيديمنتري روك، ديتريتال سيديمنتري روك. يبقى الديبوزيتس اللي عندك كانت اكبر دايمتر عندك اللي هو مور ذان 2 ملم، اللي هو السايز اوف بيبلز اند بولدرز، دي لما يحصل لها ديبوزيشن ولما يحصل لها ليسيفيكيشن هتبقى حسب الشيب، الشيب اوف فراجمنتس. لو كانت الفراجمنتس ديت راوند فراجمنتس هتبقى افتر ليسيفيكيشن بنسميها كونجلومريت. يبقى الكونجلومريت ده ديتريتال او ديتريتال سيديمنتري روك، وير اتس ديبوزيتس او سيديمنتس اللي هي في الجرافل سايز اللي هي زي البيبلز والبولدرز دي بتبقى مور ذان 2 ملم وبتبقى ليسيفايد. لو قال لك كده في الحاله ديت ايه هي الجيولوجيكال فينومينا اكسبريسد باي، الجيولوجيكال فينومينا ستاديد باي the presence of conglomerate، هيقول لك مين؟ طبعا انت خدت ال surface of unconformity، خدت ال unconformity. لو كانت الجرينز اللي هي بتاعت الجرافل ديت of sharp edges هتبقى after classification هنسميها bridges، هنسميها بريشيا، وهتبقى used in walls decoration او ornamentation. يبقى لو الجرينز بقت sharp edges او يبقى بنسميها بريشيا وبتبقى used in walls decoration او ornamentation. دي اهم دي الاشكال بتاعتنا اهي، دي زي ما انت شايف كده تمام، ودي اهي. بعد كده sedimentary rocks السكند اكزامبل اللي هو الساند ديبوزيتس، هنا الدايمتر هيقل، هيبقى between 2 ملم to 62 مايكرون، من 2 ملم to 62 مايكرون. Most of them is quarters which specified given the sandstone. بس خلي بالك ما قالكش all of them is quarters، يقول لك most of them is quarters. Most of them يعني خلي بالك كل ما يقال ان هو الديامتر من 2 ملم ل 62 مايكرون يتقال عنه ساند. اي ديامتر من 2 ملم ل 62 مايكرون يتوصف بان هو ساند حتى لو ما كانش كوارتز. هو قال لك most of them is quarters. وبعدين الليسفيكيشن بتاعهم بيبقى بيتكون الساند ديونز اللي هي examples in the desert sand dunes. يبقى اذا ساند كل ما هو of diameter 60 من 2 ملم ل 62 مايكرون يتقال ان هو ساند حتى لو ما كانش كوارتز، ولكن most of them is quarters زي ما انت شايف كده. دول اللي هم تبع الساند ديبوزيتس اللي بيحصل لها ليسفيكيشن وبيدي السكند تايب اوف سيديمنتري روكس. ثالث نوع المد ديبوزيتس دي بتبقى ميكتشر اوف سيلت اند كلي. ليه؟ عشان دول بيبقوا اوف ليس ذان 62 مايكرون، يا اما من 62 ل 4 مايكرون بنسميها سيلت، او less than 4 مايكرون بنسميها كلي، وميكس توجذر بيدوا مد ديبوزيتس. وبعدين المد ديبوزيتس ديت as in the Egyptian agricultural soil اللي بيسموها النايل اللوبيان سويل. يبقى اذا المد less than 62 مايكرون classified من 62 ل 4 بنسميها سيلت، less than 4 مايكرون بنسميها كلي، والاثنين الميكتشر بتاعهم بيبقى مد. وين مد ليسيفايد
gives mudstone. حالة خاصة للمادستone, when mudstone is affected by pressure بتكتسب صفة اسمها lamination أو foliation أو facility. ده ليه؟ as a result of pressure بيحصل compacting للجرين تريزر وبتتوصف بأنها laminated mud أو laminated mudstone وبيبقى اسمها شيل. بيبقى اسمها شيل. يبقى الشيل عبارة عن مادستون اكتسب صفة اللامينيشن أو الفاسيليتي أو فوليشن as a result of compression أو compacting. وآدي الأشكال عندك أي الأشكال بتاعتك. بعد كده بتلاقي تاني نوع عندك اللي هو الكيميكال سيديمنتري روك. كيميكال سيديمنتري روك دي بتبقى types of rocks formed as a result of precipitation of the salts dissolved in water. Precipitation of salt dissolved in water امتى؟ When water vaporizes and the concentration of salts increase or as a result of chemical reaction. As a result of chemical reaction. يبقى دي ومن هنا جت كلمة أو وصف بإن هي إيه؟ chemical sedimentary. طيب يبقى قال لك الكيميكال سيديمنتري روكس دي تايبز اوف روكس فورمد از ريزلت اوف بريسيبيتيشن اوف سولتس ديسولفد ان ووتر وين ووتر فابرايزز اند ذا كونسنتريشن اوف سولتس انكريز از ريزلت اوف ذا كيميكال اور از ريزلت اوف ذا كيميكال رياكشن. طبعا لو انت هتاخد بقى الاكزامبلز هتاخد فيها اربع حاجات. اول اكزامبل بنسميه كالكيريوس روكس. كالكيريوس روكس جايه من كلمه كالسايت او كالسيوم كربونيت. دي بتبقى حاجتين زي اللايمستون اللي هو ستلاكتايت وستلاجمايت والدولوميت. هتقول طب اللايمستون انا عارفها, ايه موضوع ستلاكتايت وستلاجمايت دوت؟ قال لك ما هو ده حاجه هناخدها لسه في شابتر 5 بتبقى في الجراوند ووتر. الافكت اوف جراوند ووتر اون كيفز اللي تحت هناخدها كيفز بلو اير سيرفيس. يبقى الكالكيريوس روكس دي زي اللايمستون والدولوميت, واللايمستون ده بيبقى بيكون الاستراكتايت والاستراجمايت. في الاكزامبل الثاني من الكيميكال سيديمنتري اللي هو السيليكيتس روكس. سيليكيتس روكس لايك مين فلينت اللي هو لايت اند دارك. Light and dark flint يبقى ده silicates. وقلنا قبل كده ان السيليكيتس دي اساس المينرالز اللي في الاجنس, فكل الاجنس سيليكيتس, ولكن مش كل السيليكيتس كان شير ان اجنس روكس. مش كل السيليكيتس بدليل اهو في عندك الفلينت او التشيرت ده سيديمنتري بس نوت شير ان ذا اجنس روكس. الاهم اهو اهي الكالكيريوس روكس اهي تمام, وفي عندك طبعا الفلينت زي ما انت شايف اهم. دول يعتبرهم ايه؟ كيميكال سيديمنت. الاكزامبل الثالث اللي هو الايفابوريتس. دي من كلمتها من عنوانها ايفابوريتس جايه نتيجه ايفابوريشن. يبقى مثلا قال لك زي مين؟ ذا جيبسم روكس اللي هو الهيدروس كالسيوم سلفيت والان هيدرايت اللي هو الان هيدروس كالسيوم سلفيت والروك سولت اللي هو التيبل سولت الصوديوم كلورايد. دي اول حاجه دول الاكزامبلز. طيب هم سموهم ايفابوريتس ليه؟ علشان زي ار ديبوزيتد از ا ريزلت اوف ايفابوريشن اوف ذا ووتر from closed or semi-closed lakes اللي هي بنسميها inland lakes أو in coastal marsh. يبقى إذن دي لما بيحصل evaporation للwater from closed or semi-closed lakes اللي هي بنسميها inland lakes, يعني lake موجودة في inland أو in coastal marshes بيسموها السبخات الساحلية, دي بتبقى بيحصل deposition نتيجة الإيفابوريشن بروسيس. والإكزامبل بتاعك الجيبسم روكس اللي هو الهيدروس كالسيوم سلفيت
anhydrite اللي هو anhydrous calcium sulfate والrock salts اللي هي NaCl table salts. قال لك human has used this phenomena in the extraction of table salt from seawater or by industrial evaporation in the salt works اللي هي الروك سولت اللي هي الملاحات، يعني اللي احنا بنقول عليها الملاحات دي. طبعا في الحاله ديت هل هتقول لي can we consider هلايت بتاع الروك سولت في الحاله ديت as a mineral؟ ايوه. ليه؟ هتقول انت شاكك فيه لان هو الهيومن عمل ايفابوريشن للسي ووتر. اقول لك عمل ايفابوريشن، ولكن هو عمل اكستراكشن او تو جيت سي ووتر تو جيت تيبل سولت بس، لكن هو ما عملش بريباريشن للتيبل سولت. تيبل سولت كان اوريدي بريزنت ان ووتر، ولكن هو عمل ايفابوريشن تو جيت ذا تيبل سولت ويتش ووز ديسولفد ان رين ووتر بس، ما عملش هو حاجه ثانيه، ما عملش بريباريشن للتيبل سولت. تمام. يبقى هنا اهي انت عندك اهي الحاجات اللي هي الكيميكال سيمنتري، انت شايف الجبسم اهو والتيبل سولت. تمام. يبقى دي سميناها الايفابوريت. الفورس اكزامبل اللي هو الايرن اور سيديمنت ان ايجيبت اللي هم بيسموها الاوليتيك ايرن. قال ده تايبز اذر تايبز من الكيميكال ديبوزيتس such as some iron or sediments which is composed of red iron oxide اللي هو الهيماتايت، وهو بيبقى في موجود كتير في اسوان، عشان كده سموه اوليتيك ايرون اوف اسوان. يبقى دول الفور اكزامبلز اوف ذا كيميكال سيديمنتري روكس اللي احنا قلنا عليهم، يا اما الكالكيريوس روكس زي اللايمستون والدولوميت، والدايمستون بيكون ستالكتايت وستالاجمايت، يا اما سيليكيتس زي الفلينت او التشيرت لايت اند دارك، يا اما الايفابوريتس التيبل سولتس والجيبسم والانهيدرايت، يا اما الاوليتيك ايرون اوف اسوان اللي هو الهيماتايت. ده كان السكند اكزامبل اوف ذا سيديمنتري روكس اكوردنج تو زير اوريجين، وهو ده الشكل اهو بتاع الاوليتيك ايرون اوف اسوان. بعد كده ثالث نوع البيوجينيك او البيوكيميكال سيديمنتري روكس. اول حاجه الفوسيليفرس لايمستون. هتقول لي ما احنا خدنا قبل كده لايمستون. ايوه خدنا، بس ده فوسيليفرس يعني ايه؟ في remains of fossils. ليه؟ قال المارين اورجانيزم اكستراكت كالسيوم كربونيت فروم سي ووتر، اوعى تقول ديسولفد ان سي ووتر. الاكستراكت كالسيوم كربونيت فروم سي ووتر لي تو بيلد زير سكيلتون، انه سكيلتون الاوتر والانر سكيلتون. يبقى some marine organism اكستراكت كالسيوم كربونيت فروم سي ووتر to build their outer و inner skeleton. وبعدين after this الأورجانيزم دول the skeletons accumulate on the bottom of the sea forming organic rocks like the fossiliferous limestone rocks which are rich in fossil remains. طبعا شيء طبيعي انت هتقول لي طيب الفوسيل ريمينز دي زي ايه؟ عليك اربع examples. ممكن تكون vertebrates like fish، دي الريمينز اللي موجوده في اللايمستون. ممكن تكون vertebrates like fish، ممكن تكون invertebrates like corals and mollusks، ممكن تكون microorganism like foraminifera، ممكن تكون plants like calcareous algae. يبقى دي الاكزامبلز للريمينز اللي موجوده في اللايمستون. تاني حاجة، تاني اكزامبل الفوسفيتس روكس. فوسفيتس روكس دي بتبقى مارين فيرتبريتس، بتبقى مارين فيرتبريتس فوسيل ريمينز كونتين فوسفيتس ان اديشن تو فوسفيتس مينرالز كومبوننتس ويتش انكريز ذا كونسنتريشن اوف فوسفيتس ان ذا بايوكيميكال روكس. يبقى في مارين فيرتبريتس وكان في الفوسفيت minerals components، ده بيعملوا increasing the concentration of phosphates in the biochemical rocks. وادي عندك اهو شايف انت الفوسفيتس اهي، وهتتكلم عن الفوسفيت بالتفصيل شوية في الشابتر اللي جاي ان شاء الله. طيب
في الكون، وبرضه ده هتتكلم عنه برضه في الشابتر الجاي ان شاء الله. وقلنا ده بيبقى فورمد از ريزلت اوف بيرينج ذا بلانتس ان جريت ديبس away from oxygen، يعني in absence of air أو absence of oxygen for a long period of time. نتيجة اللي هم بيريد فبيبقى فيه بريشر، then the tissues will lose the volatile and the carbon will be concentrated forming coal. يبقى علشان كده قلنا الكول ده بيبقى بيوجينيك. اهو ودي شوية رسومات كده للكول. طبعا that is usually formed in regions of swamps behind the river deltas where the conditions are available for the rapid burying اللي هو land filling in absence of air reducing environment. وعلشان كده هو بيبقى بنقول بيبقى في humid region، يعني عشان هو بيبقى لازم في humid region. بيبقى الكول is one of the energy sources، ودي برضو تاني حكاية الكول الأشكال بتاعته إيه. بعد كده بتقول sources of energy sedimentary rocks oil and gas. خلي بالك oil and gas are not from the deposits، مستحيل طبعا oil and gas دول liquid و gas not from the ليه؟ as they are formed and reserved inside the sedimentary rocks. الحالة التانية إن ال oil and gas are hydrocarbons، بمعنى composed of hydrogen وكربون، ما hydrocarbon زي ما انت خدت في الأورجانيك كيمستري. طب composed of hydrogen وكربون. وبعدين have been formed by the decay of animals and plant waste remains. Decay of animals and plant remains of marine microorganisms which are deposited to be buried with fine grained muddy sediments away from the atmospheric air. طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده these rocks are known as source rocks where organisms are matured at depths of 2 to 4 kilometers in the ground and the temperature ranges between 7 to 100. طب ما شيء طبيعي لما هم هيبقوا في pressure من 2 to 4 kilometers and temperature من 70 to 100، يبقى they will be changed into liquid and gas substances of hydrocarbons. After that, the hydrocarbons move or migrate and accumulate to the porous reservoir rocks اللي هي عشان تدخل بقى جواها لازم تبقى porous، وعشان تبقى reserved جواها فوصفناها بانها reservoir rocks which are made of the sandstone and sometimes limestone. يبقى دي من الاكزامبلز بتاعت البورس اند سيدمنتري روكس. الحاله الاخيره بنسميها اويل شيل او كيروجين. اويل شيل او كيروجين هنا خلي بالك it is a muddy rock rich in hydrocarbons mostly of plant origin. يبقى hydrocarbons most of plant origin. This organic material has a solid waxy nature and is known as kerogen which decomposes on heating given oil. تمام. When oil shale is heated to 480 it gives oil substances. It is an important source of energy. But oil is not extracted from oil shale commercially at present. ليه؟ Because of its high cost. طيب يعني هو يعتبر source of energy. Then we use it instead of oil. أيوة. But now لا. No. ليه؟ Because of its high cost. طب امتى هنستخدمه؟ When oil finished أو when it will be اللي هو الأويل شيل it will be competent to oil. يبقى الأويل شيل is kept as a reserve till natural oil and gas deposits have been consumed or when the price of natural oil becomes higher than the cost production of the oil forming oil shale.
تعال نشوف بعض الأسئلة كده. The accumulation of the low viscous magma leads to its separation on the هنا الماجما فيسكوستي هاي فيسكوس ولا لو فيسكوس؟ لو فيسكوس اوف لو فيسكوستي يبقى هتعمل بريسنج على اللايرز اي بيلو ات يبقى ات ميكس بريشر اون ذا روكس اباف ات روكس بيلو ات روكس اون بوث سايدز روكس اباف اند بيلو. لا هي ايه لو فيسكوس ماجما يبقى تعمل بريشر على اللايرز اللي هي اوف روكس بيلو ات وبتعمل وهي بتبقى لوبليس انفيرتد دوم وبتسبب سينكلاين. If magma A is of high viscosity and magma B is of low viscosity, then their shape after solidification and their effect on the source and surrounding rocks respectively will be respectively الأولانية الـ A high viscosity الـ B low viscosity. قال لك normal dome with incline طبعا ما تكملش ليه؟ هنا بيقول لك with incline fold وبيقول لك ال A is of high viscosity خلاص ما تكملش. inverted dome with incline fold and normal dome with anticline لازم تكمل. بيقول لك normal dome with anticline and inverted dome with incline inverted dome with anticline and normally طبعا انت عايز ايه من الاجابه؟ الاي اوف هاي فيسكوستي يبقى الاي هتعمل ايه؟ نورمال دوم وتعمل انتكلاين. البي هتعمل انفيرتد دوم وتعمل سينكلاين اهي. يبقى ايه؟ نورمال دوم ويز انتكلاين فولد اند انفيرتد دوم ويز سينكلاين فولد. ذا فولكانيك اش ماي سبريد ان اير and fall down forming the volcanic ash may spread in air and fall down forming forming a volcanic mountains volcanic island fertile soil metamorphic rocks. طبعا احنا عارفين ان volcanic ash قلنا may spread and fall on certain soil causing increasing its fertility يبقى المفروض هيعمل fertile soil وده اللي احنا خلانا قلنا ايه Volcanoes are considered as natural fertilizers. The texture of volcanic cone rock is a volcanic cone, the shape of volcano. يعني the texture of volcanic igneous rock. Moderate. ما فيش texture عندي اسمه moderate. Porphyritic. لا ده ال intruded. Rough. لا ده ال plutonic. جلاسي. أيوة يبقى هو ده. واحد من الأنواع بتاعتنا اللي هي الجلاسي. The volcanic eruption under seas for a long period of time leads to volcanic lake ملهاش دعوة خالص ده لما الفولكانيك كريتر بتبقى filled with rain water. Volcanic island شوف أنا ما بقولش أيوه هي بقول أيوه احتمال عشان لازم أقرأ الباقيين. Cells ما لهاش دعوه خالص دي انترودد والدايك انترودد يبقى المفروض هي فعلا فولكانيك ايلاند كده. يبقى احنا الحمد لله خلصنا السيديمنتري كمان. يبقى احنا لسنا بس الميتامورفيك ان شاء الله باذن الله وعلى الاسبوع الجاي ان شاء الله نبقى نكمل الباقي ونقفل الشابتر باذن الله ونعمل لكم ريفيجن كويس باذن الله. وان شاء الله اتمنى ان انا اقابلكم على خير باذن الله. مع أطيب تحياتي مستر محمد النحاس.